في تانية ثانوي وانا في المدرسة كان مدرس الانجليش بتاعي هو يعني ايه نطقه عادي زي كل مدرسين مدارس الحكومة، انا كنت في مدرسة حكومة فنطقه عادي يعني زي ما احنا عارفين. فالمهم في مرة من المرات جت كلمة كلوز واحنا شغالين، كلوز اللي هي ملابس، فانا بقول له كلوز عادي يعني نطقت كلمة كلوز، فبيقول لي كلوزس كلوز يعني انا سمعتها على جوجل حضرتك وبتسأل كلوز. وبصراحة أنا لما يعني وأنا بقول كده ببقى متضايق أو خجلان كده، مش عايز إيه، مش قصدي إن أنا أطلع المدرس في شكل إن هو غلطان أو إن أنا بتنطط عليه أو حاجة زي كده، ولكن أنا سمعتها فأنا بقولها كلوز يعني أنت مش عايز تعلق سيبني أقول اللي أنا عايزه. فلقيته بيقول لي هي كلوزس على فكرة بس إحنا بنتعلم بريطاني. فسمعتها له يعني سمعتها له بصراحة الرد ضايقني، فرحت مسمع له الكلمة فقال لي ايوه ما انا عارف بس نطق الشائع صح يا عم خالد، نطق الشائع صح. لا طبعا ما قلتلوش كده، بس قلت له اوكي ماشي، بس لا يا جدعان ما ينفعش، فيش حاجه اسمها النطق اللي انا قلته ده، فيش حاجه اسمها النطق الشائع صح، في حاجه اسمها نطق صح ونطق غلط، ما فيش حاجه اسمها بين البنين. احنا ما بنتكلمش في اكسنت، يعني انت لو بتنطق باكسنت مختلفه مش هي امريكان مش هي بريتش فاوكي عادي انطق بالاكسنت اللي انت عايزها، انما فكره انك تنطق كلمه غلط اصلا دي ما فيهاش غلط وصح وشائع وقشطه ويلا يا معلم انت معقدها ليه، ده احنا كلنا مصريين زي بعض يعني مش معقول.